قاده اللواء محمد حجي مدير امن الدقهليه، واللواء محمد شرباص مدير اداره البحث الجنائي بالدقهليه اليوم حمله مكبره بالاشتراك مع مصلحه الامن العام لازاله كافه التعديات الواقعه على املاك الدوله ببحيره المنزله. شارك في الحمله اداره المرور واداره البيئه والمسطحات واداره الحمايه المدنيه، مدعومين بعدد من مجموعات مسلحه من قوات الامن وقوات الامن المركزي بالاشتراك مع القوات المسلحه. أسفرت الحملة عن إزالة عدد من العقارات المخالفة والتعديات الواقعة على بحيرة المنزلة تنفيذا لسياسة الوزارة وخطة المديرية واهتمام الدولة برفع كفاءة وتطوير بحيرة المنزلة لاستغلالها بالشكل الأمثل. كما افتتح مدير أمن الدقهلية وحدة المرور المتنقلة في المنصورة، وذلك في شارع الجمهورية أمام نادي جزيرة الورد، والتي تنتقل من مكان إلى آخر على مدار الأسبوع.